وإلى عناتا شمال شرق مدينة القدس، حيث يعيش الطفل عصام بشيتي. عن مواهب هذا الطفل في سياق تقرير زميلتنا تمضر ملحم. ما بين براءة طفل وحكمة رجل عجوز تقف متفائلا أمام موهبة طفل لم يتعدى 11، فامتلاكه لموهبة كتابة الشعر وقراءته حولته لصرخة موهبة في جسد طفل صغير واسم معروف في العالم العربي. عصام بشيتي كثير الكلام والحركة، لكنه ملفت وصاحب حضور قوي. لسانه لا يكف عن النطق والجهر بالواقع السياسي الاجتماعي، الأمر الذي يخطفك لعالم آخر ملؤه الاستغراب لا للكلمات التي قالها، إنما للدافع الذي يقف من وراء طفل ينطق بما قد يكون أكبر من حجمه. حجر فارس يا حجر مرمي على دبابة، مرمي على جندي، والحجر مولع نار، حنا رجالك فلسطين أرض الأحرار. ما بقدر أتخلى عنك مهما نكسوا باعوا وشردوا هالدار. فلسطين انتي اسم محفور في قلبي من سنين، انتي قمر مضوي عند الشمس حزين. عصام اشترك ببرنامج مواهب العرب وتمكن من الانتقال لمرحلة نصف النهائيات. صحيح أنه لم يتمكن من الفوز باللقب، لكن صورته ما زالت عالقة بذاكرة الجميع وبات مدعو للأمسيات والجمعيات ولقاء الساسة. إذن فلن ننسى أنه ما زال ببداية طريقه ويستحق معاملة ملؤها الرعاية والاهتمام، بدلا من الوقوف على معجزة عاجزين عن تقديم ما هو أبعد من الشكر، خاصة أن موهبة الكتابة بدأت لديه منذ الصغر. عصام من هو صغير من عمره 6 سنين بحب يعبر سواء كان زعلان أو فرحان بالكتابة، فكنت أنا أخبي له كل قصصات الورق الصغيرة هاي وأحتفظ فيها. أنا حامل هلأ رسالة لازم أوصلها بأكمل شيء، إنه لسه الأطفال فلسطين بتحدوا ورح يتحدوا رغم كل شيء، ولسه الختيار رح يزرع في أرض الأقصى وفي أراضي فلسطين. ومن هنا يستمد الطفل إلهامه في كتاباته، لكن الموهبة وحدها لا تكفي إن أردنا منه نجما لامعا. والأهم أن عصام حظي بأهل اعتنوا به، لكن على هذه الأرض أطفال كثر دفن الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي مواهبهم. تمادر ملحم، روس اليوم، عناتا، شمال شرق مدينة القدس.